أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نسلط فيها الضوء على وضع أساتذة الجامعة اللبنانية، كل التفاصيل طبعا بهالملف مع ضيوفنا. كمان رح نسلط الضوء على وضع المولدات وقصة التفاقة وين صارت بين الاقتصاد والمالية. قبل ما نفتح الملفين، لصوت يعلو فوق اتفاق الترسيم للرئاسة وللحكومة وللهيب الدولار أو غلى الأسعار اللي عم تكوي جيوب اللبنانيين، وصورة الترسيم شاغلة بال المسؤولين رؤساء وزراء ومعنيين، والكل على ما يبدو عم يحجز مقاعد إلو بالوزارات المقبلة للاستفادة. هل رح يستفيدوا اللبنانية؟ هذا سؤال مطروح، سؤال شنكر هلأ منحكي بعد شوي. بعبارة أخرى، هل يمكن الرهان على منع الطبقة السياسية المقيمة من ابتلاع المليارات الآتية مثل ما ابتلعت المليارات الراحلة؟ وهل من ضماني لحماية موارد الدولة والشعب في حقل قانا وسائر بلوكات النفط اللي ستفتح تباعاً؟ مهما تفننوا على الآتي من الساعات والأيام بالتباهي، ما انكشفت طبعا أسرار ولادته للترسيم وخلفياته رح هن يتباهوا فيه، بس على كل حال هو الأبعد الواجهة الممنوحة للسلطة. شو بيقول شنكر؟ الخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني، وطبقة سياسية تعد تحت الطاولة لمشاركة الشركات اللي رح تشتغل على البلوكات اللبنانية ورح تستخرج النفط والغاز والأموال من دون رقابة ولا محاسبة للبنان. فإذا ما تنتظر يا شنكر حتى تخبر أن الشعب اللبناني هو الخاسر الأكبر، أمراء الطوائف السرائين عم بيعدوا للسرقة وما رح يبقى للشعب إلا الديون، فكيف رح تكون ردة فعل الشعب؟ خلينا هلأ نبتدي بردة فعل اليوم وزارة الاقتصاد على التفاقة، على الخط مباشرة اللي عم يفرضوها أصحاب المولدات، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ست نوال وأكيد لجميع المستمعين. يعني اليوم في خبر صار، قلنا الاقتصاد تعلن تعليق دفع التفاقة على فواتير المولدات، بوقت المالية عم بتقول ضريبة المولدات الخاصة قانونية. هل حسمت وزارة المالية الجدل بهالإطار؟ هلا اول شيء ما في ادنى شك اليوم ليش شو كانت الاسباب الموجبه اللي ادت انه وزير الاقتصاد يطلع يصرح بهالتصريح ورد وزاره المال المحق بهذا النطاق. اليوم فجاه خلال هيدا الشهر بالذات لاحظنا، يعني كان دائما الشكاوى تسعير بالدولار، عدم تركيب عداد، عدم الالتزام بالتعرفه، ولكن اول شهر كان بيوصلنا فواتير عليها رسم التفاقة. للوهلة الأولى شو عدا ما بدأ هيدا الشهر، فكان معاني وزير الاقتصاد عم بيقول إنه في حال هيدول هلأ عم يستوفوا TVA، فبالتالي إذا هن فعلا مسجلين TVA كانوا عم يتهربوا لكم من الضرائب بالأشهر الماضية، وإلا ليش هلأ لطلعوا حكوا بهالموضوع؟ وفي حال هيدا TVA غير ذو وجه حق، بالتالي اليوم في متاجرة بفاتورة، في لغن بقلب هالفاتورة حاطينه هني تقدروا يستفيدوا على حساب الدولة اللبنانية. تمت مراسلة وزارة المال بهذا النطاق، وزارة المال محقة بما يتعلق بالقانون انه اليوم TVA تفرض بقانون، وبالتالي اي تعديل عليها او اي حق بعدم الاستفاء مفترض يكون عبر قانون، ولكن اليوم هي الجهة المخولة افادتنا انه لا، لازم يكون الشخص المسجل ذو طابع تجاري محدد عم يتصرح للتفاقة، وهذا مطلوب. على هالأساس هلأ نحن صارت الفواتير اللي عم تجي أو الشكاوي اللي فيها تفاقة عم نطلب من صاحب الشركة، صاحب المولد، صاحب المؤسسة المعني بالموضوع يبرز النشاط التجاري، يبرز إفادة تسجيله بالتفاقة، وبالتالي على هالأساس من رأس الوزارة المال، ووزارة المال هي بتتحقق من هالموضوع إذا عم بيصرح ولا لا، ومن ثم يبنى على الشيء المقتضاه. طيب TVA قانونية اليوم، الدولار قانونية دولارة اليوم إنه يتقاضوا من أصحاب من الناس، من المواطنين أصحاب المولدات بالدولار؟ ست نوال، إذا بس بيخدك على آخر شهر لهلأ، نحن في بعض أصحاب المولدات مسطر فيهم محضر خلال الشهر أكثر من مرة، بس تكون كتير واضح بهذا الموضوع. عدم الالتزام بالتعرفة غير قانوني، عدم الالتزام بتطبيقها مثل ما هي وقبضة بالليرة اللبنانية غير قانوني. شو عملت وزارة الاقتصاد؟ سطرت محاضر وأحالتهم للقضاء،
بكل بساطة. ايه بس اليوم وزارة الاقتصاد فضل. كمان في البلديات هي اللي بدها تراقب، يعني إلها حق اليوم وزارة الاقتصاد مش بس إنها تراسل القضاء، إلها حق كمان إنه توقف البلدية المولد، يعني هيدي مش من القانون، البلدية إلها سلطة إنها توقف المولد. صح، بدي أتشكرك على هيدا المحل لأنه سبقتيني عليك، بدي ناشد عبر صوتك وعبر برنامجك بهيدا الموضوع. اليوم ست نوال أحيط أصلاً القرار اللي طلع بموضوع المولدات طلع بسنة 2011 بشهر 12 باجتماع مجلس وزراء، وقتها شو قالوا؟ إنه وزارة الطاقة بتحط التعرفة وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة متابعة الرقابة للتحقق من مدى الالتزام بالتعرفة. بلبنان كله اليوم ست نوال في عندك على الورقة والقلم بحدود 1050 بلدية. طيب هاي 1050 بلدية، يعني على القليل في عندي 1050 مولد، يعني هي أضعف الإيمان، بعض البلديات الكبيرة أو الضيع فيها أكثر من مولد. خليني بلش من هون. البلديات اليوم عندها ببعض المحلات حتى أونيت لها بالمادة رقم 71 و72 بقانون حماية المستهلك إنه تروح تفطر محاضر وبناء على إشارة القضاء إنها تصادر المولد. مؤخرا عم بحكي بهالأسبوعين بعض البلديات تحركت بهذا الموضوع مشكورة، وبالنسبة ل هلا إذا تحركت بدنا نقول مشكورة، ما هيدا بالقانون، هي سلطة محلية واجب وحق إنها تتحرك، واجبة مش عم أقول لا، ولكن بعض هالبلديات اللي أخذت هالإنشياتيف هالمبادرة تقول أنا اليوم بدي طبق المطلوب مني كثير منيح، شو عملي؟ فطرت محاضر وفقاً للمادة 81 أرسلت لنا إياها ونحن عم نحيلها هلأ للقضاء. أنا برأيي ست نوال مش هي لازم تاخد يعني سلطة إدارة المولد؟ بلا صح، إيه بناء على إشارة القضاء، بس إذا بتسمحي لي وضح هذه الصورة. نحن لما منروح مع القوى الأمنية، كمان هون بوجه الشكر لجهاز أمن الدولة مواكبته معنا بشكل فعال بهذه المرحلة، شو عم بصير؟ بيواصل جهاز أمن الدولة بيتواصل مع القضاء المعني بهذا الموضوع حسب المناطق، وبياخد إشارة بمصادرة المولد في حال عطى القاضي هيدي الإشارة بشرط إنه تاخده السلطة المحلية اللي هي البلدية. للأسف يا ست نوال بعض البلديات عم تتمنى أنها تستلم المولد، بيكون كتير صريح معك. نعم بلديات، يعني اليوم القصة عند البلد. انت منلاقي انه وين وزير الداخلية كمان؟ يعني عنا وزارة الطاقة بتسعر، بتروح طبعا التسعيرة الى وزارة الاقتصاد، قلنا وزارة الداخلية اللي هي بتبعت للبلديات طبعا التسعيرة، ترسل الى البلديات والقائمة قيمين والمحافظين التسعيرة، بس اليوم وين وزير الداخلية؟ ليك بصراحة في لقاء منتظر يعقد بين معالي وزير الاقتصاد ووزير الداخلية ووزير الطاقة بهذا النطاق. معالي وزير الداخلية للأمانة بهذا الموضوع أعطى بتصور تعميم، وحتى هلأ فهمت يعني الموضوع، يعني قايد أنه بس الاجتماع ثلاثي ليتم تنسيق، هيك قال لي وزير الاقتصاد أنه بيصير الاجتماع لينسقوا أكثر بالموضوع. أنا بشد على إيدك بهذا الموضوع، وأكيد من ناشد خصوصا البلديات، آخر شيء البلديات سلطة محلية، بتعرفي ست نوال المولد المحطوط بضيعة البلدية بتسطر محضر فيه بالمكان اللي محطوط، بتسطر محضر فيه إذا بدها بموضوع الشرايط الممدودة بالهواء، البلدية بقلب ضيعتها أقوى من وزارة الاقتصاد بكل فعالية بهذا الموضوع. على كل حال نحن ناطرين اجتماع يصير بين وزير الداخلية والبلديات يعني المنكفئة عن القيام بواجبها، بس كمان أصحاب المولدات وعم بيسمعونا هلأ ومعنا طبعا معنيين منهم عم بيبتكروا طريقة للتلاعب بالعدادات. نزلت وزارة الاقتصاد على الأرض شو شافت؟ اليوم بما يتعلق بموضوع العدادات هناك بعض الشكاوي اجتنا من بعض أنه مركب لنا عداد، ولكن هيدا العداد عم نحس عم يصرف أكثر أو معلق أو أي شيء. هيدا موضوع تقني جدا. على هيدا العاتق مثلا اللي قدموا شكاوي بهيدا الموضوع، في البعض منهم أخذنا أخذنا العداد وبعثناه على معهد البحوث الصناعية، لأنه هيدا موضوع كتير تكنيكال بصراحة ست نوال، وما حيقدر المراقب يقدر هيدا اللقاء. نعم تكون كتير واضح معي. على كل حال أصحاب المولدات كمان قصة دولرة الفواتير شو عملتوا بهالقصة؟ يعني كنا مرقنا عن دولرة الفواتير، طبعا هي منا قانونية، شو عملت وزارة الاقتصاد بهالإطار؟ ست نوال اليوم أي عدم التزام بأي بند من بنود
التعاطي مع المولدات، يعني بالتعرفة، ارتفاع ما فوق 700 ناد، دولارة الموضوع كلها عم يتسطر محاضر فيها وعم بتروح على القضاء. نعم، على كل حال القضاء معطل ومش عم بيسير قصة يعني الملفات والإخبارات والأسطر اللي بتجي يعني عن المحاضر الضبط، يعني ما بعرف إذا هلأ ماشي الأمور فيها السيرة كمان. شيء بعد عنا بصراحة بما يتعلق بالقضاء ببعض الأمور المستعجلة اللي نحن عم نحيلها، بصراحة عم بيكون في تفاعل بالموضوع، يعني من باب الإنصاف بهيدي النقطة. طيب هستيريا أسعار السلع الغذائية 200% خلال شهرين، شو القصة؟ اليوم ست نوال هيدا البلد كل ما تطلعي لهم بخبرية بتلاقي عندك بعض مستغلي الأزمات وتجار أزمات بيمشوا بهالموضوع، مش عم بحكي عن التاجر الآدمي بالمنيف، يعني بينقال بكرة بدون ينرفع الدعم بتلاقي بيروح على احتكار وتخزين أكثر. هلأ لما سمعوا بالدولار الجمركي صار في استيراد بشكل كتير كبير أكثر من العادي. هلأ الأسعار الموجودة بقلب السوبر ماركت تخضع لمعياري أو ارتفاع بسعر صرف الدولار وبالتالي بالتأكيد بتتغير، أو ارتفاع بسعر عالميا وفي بعض السلع ارتفعت بشكل كبير. ولكن للأسف اليوم ببعض التجار وبعض السوبر ماركت بركزون على هذه النقطة دايما تيحاولوا ما يوقعوا برسك الخسائر بيعلوا اعلى من اللازم. يعني نحن هلا الاسبوع الماضي قطعنا عن بعض الشركات المستورده بهذا النطاق، وتم كمان تفطير محضر ببعض الشركات، قطعنا عند السوبر ماركت عم يتسطر محاضر فيهم. ولكن برجع منكرر ست نوال ومنناشد عم بصوتك، نحن والبلديات بنقدر نصنع الفارق، لانه نحن ب 50 مراقب ما حنقدر نلقط كل البلد. نعم، على كل حال متكلين على وزير الداخليه والبلديات هي السلطه على فكره وعلى المواطنين بتصور. البلديه اللي ما بتقوم بواجبها معليه، ولو انه ما فيها لا انتخابات بلديه ومش حاطينها على السكه ومأجله، بس كمان المواطن بده حاسب البلديه اللي ما اشتغلت وما حميته ان كان من جشع التجار او جشع اللي بيستغلوا الاوضاع ليربحوا على ظهر المواطن. لكن بما يتعلق بس نوال في تجربه ناجحه جدا بالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية والبلديات يجب أن نثني عليها بما يتعلق بوقت أزمة الفران. إذا لاحظت هلأ الأمور جيدة جدا بكل المناطق، ما عم نلاقي أي مشكلة، وهي تسجل لوزارة الداخلية من خلال قراءتها الموضوع بتجرد وبتأني وبتابعتها مع وزارة الاقتصاد لهالموضوع. على أمل هيدي التجربة نقدر نعممها بباقي القطاعات، بتصور بتكون الأمور للمواطن أفضل على كل على الأقل بقطاع المولدات، لأنه شو بالمواطنين ورح نوضح هالأشي. أنا بدي أشكرك مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.